لو نعرف السادة المشاهدين من هو خالد من بداية حياته العلمية والعملية لحد اللحظة اللي احنا متواجدين فيها؟ تفضل. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا خالد حسان طيب، سوداني الجنسية، من مدينة حلفة الجديدة قرية الستيرة. بدأت مسيرة التعليمية، درست الابتدائي في مدينة حلفة وثانوية في ولاية الخرطوم مدارس العميد، والتحقت بالدراسة في الجامعة في مدينة حيدرباد بالهند، وخلصت كورس هندسة حاسوب، وعملت بعد الكورسات في مجال الماركتينج والإدارة إلى أن أتيت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وهنا بدأت رحلتي العملية. أولا بداية الشركة بدأت بدخول الوالد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1980، وكان موظف في بلدية أبو ظبي حتى عام 2005. وبينما هو في بلدية أبو ظبي بدأ العمل في مجال الأعلاف بتريلات ومتنقلة من إمارة لإمارة. وبعد أن تم تخصيص البلدية قام الوالد بتقديم استقالته، وشهد له بالعطاء والتفاني والإخلاص في عمله، وبحكم أنه إنسان طموح داب على تطوير أعماله والتجأ إلى التجارة، وقام بتأسيس بعض الشركات. كان لديه شركة تنظيف في دبي وشركة مواد غذائية وبعض الأعمال الأخرى. هنا بدأت الانطلاقة الكبرى. قام الوالد باستئجار ستور في سوق القصيص بدبي، وهناك التقى بتجار ورجال الأعمال في مجال العلاف، وقام بتأسيس هذه الشركة العملاقة في عام 2006 في إمارة أم القوين. وكانت بداية العمل عبارة عن ماكينتين بتاع التلبين وبيع رودس وجت سوداني ورودس باكستاني والجت المصري والجت التركي والجت الأمريكي، كمية من الأعلاف شاطر البلدان. نعم. وتم التعاقد مع كبار الشركات في مجال الأعلاف في السودان. نعم. مع رجل الأعمال الناجح السيد أسامة داود، وشركات معاوية البرير أيضا، وبعض الشركات المميزة في هذا المجال. وهنا في هذه السنة أحب أوجه الشكر أيضا إلى مدير شركة أسامة داود السيد محمد صالح، ومدير شركة معاوية البرير السيد أحمد بعبود، وأيضا كذلك الشكر إلى شركة الروابي، هي أيضا من الشركة العملاقة التي تعاملنا بها في دولة الإمارات. بدأت أيضا التوسع في عام 2018، قمنا بفتح فرع جديد في إمارة رأس الخيمة، وبنفس العام بحمد الله وشكره وبفضله تم فتح فرع آخر في مدينة الظفرة المدينة الغربية بدع زايد. الحمد لله الأمور ماشية طيبة وكل شيء تمام الحمد لله. يعني اليوم أكيد هذا الإنجاز لم يأتي من فراغ. اليوم شركة حسان الطيب بتقدم خدمات كثير. اليوم شو بتقدم خدمات؟ شركة حسان الطيب من ضمن الخدمات اللي بتقدمها، أولا في الصعيد الأول توفرت فرص عمل لعمالة كثيرة جدا للمقيمين في دولة الإمارات، وكلهم ما زالوا وكانوا وقود هذه المؤسسة العامرة. ومن الخدمات المميزة اللي بنقدمها هي الأعلاف بصفة عامة كلها، من وفي نفس الوقت عندنا السيارات مكتملة توصيل إلى الأماكن عندهم في العزب،
وأيضا الشركة لها فترة طويلة جدا في أم القوين من 2006، يعني عارفين المنطقة كاملة، ومعظم تعاملنا فقط بالتلفون. ومن ضمن المميزات الأخرى التي تقدمها الشركة هي تلافي الآثار السلبية للبطالة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، مما يسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة والناتج الإجمالي للدولة. وتلعب أيضا منشآتنا مع غنيتها من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدور الرابع الاقتصادية التي تقود عملية التنمية وتحرك النشاط الاقتصادي، وتعتبر عموما المشروعات الصغيرة والمتوسطة مدخل للتنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة. بالنسبة للأعلاف، نحن بنتعامل كما ذكرت لك مسبقا، بنتعامل في الأعلاف السودانية والباكستانية، وكلها لها دراسة جدوتها في نسبة البروتين وكذا من حشيش وجت بيختلف. فمعروف الجت السوداني والرودس السوداني جودتهم، هذه شيء عالمي لأنه نسبة للمياه العذبة والأجواء في السودان. جميل أستاذ خالد، اليوم بدنا نتحدث عن التميز، أكيد وضعت بصمتك اللي تميزت فيها، اليوم شو تميز خالد؟ أولا من ناحية التميز، الشيء اللي تميزنا فيه إنه بغض الإمكان بنحاول، يعني بحاول أربح بنسبة 5% علشان إنه أبيع أكثر وأكسب عملاء. ربح قليل. ربح قليل وبيع كثير. نعم. والهدف انه يكون يعني الشركة على مثلا مستوى دول الخليج او الامارات، يعني ان شاء الله نشوفكم على مستوى إن شاء العالمي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله من تقدم وازدهار. استاذ خالد، نتحدث ايضا عن نظرتك المستقبلية، وانت ما شاء الله عليك من جيل الشباب، والشباب دائما زي ما بتحكي سقف الطموح مفتوح، بعد 5 سنوات وين راح نشوف خالد؟ والله صراحة طموحي إنه هذه الشركة تكون على مستوى دول الخليج، إن لم تكن فلتكن على مستوى الإمارات العربية المتحدة. إن شاء الله في كل ما راح يكون في موقعه.
خالد، لو بدنا منك رسالة صغيرة لجيل الشباب المقبل على العمل، شو بتحب توجه الرسالة؟ الرسالة اللي ممكن أقدمها لجيل الشباب، لست لأنني قدوة لهم أو لأنني أفضل منهم، بالعكس، لكنني أخذت تجربة مميزة في العمل والحياة، ويجب أن لا ننال جهد في أن نتسلح دوما بالعلم ونتطور لنرتقي بالعمل وأن نحقق الآمال البعيدة. حتما سوف تكون غريبة بالكد والجد، ونحن غادة المستقبل القريب، وترتكز علينا الحياة في بلادنا في قادم المواعيد. فأنا أذكر عندما كنت في جامعة، وكنت بحلم بأنه الحياة العملية حتكون أجمل بكثير من الحياة العلمية، بس صراحة لما جيت البيئة العملية الوضع لقيته مختلف تماما. لقيت أنه يعني كنا في نعمة صراحة، لأنه بجد المسؤولية ماشي بسيط، بس كل شيء له لذة وله طعم لما تصل للحلم اللي انت كنت بتحلم به. فما في حلاوة من دون نار زي ما بيقولوا، ومن كد وجد. واهم شيء انه الانسان بس يكون طموح وامله في رب العالمين كبير، اكيد كل شيء راح يتحقق. استاذ خالد، يعني زي ما خبرناك احنا اليوم داخل دولة الامارات، فبدنا منك رسالة شكر وبطاقة معايدة للشيوخ وحكام دولة الامارات. اليوم شركة حسان الطيب، شو بتحب توجه رسالة شكر للشيوخ وحكام دولة الإمارات؟ في المقدمة أتقدم بالشكر لمؤسس وحاكم دولة الإمارات وأبو الخليج العربي الراحل المقيم في دواخل كل العرب والإماراتيين، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، سائلين الله أن ينزل شبيب الرحمة عليه ونجعل البركة في خليفته. أحب أقدم الشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حاكم دولة الإمارات العربية المتحدة، الله يطول بعمرك، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وإلى حكام الإمارات جميعا. ويمتد شكري لحاكم إمارة أم القوين الشيخ سعود بن راشد المعلى، الذي يسعى دوما لنهضة هذه الإمارة، ووجدت شركتنا منه كل سند ودعم من خلال ركبه الميمون الذي يقود عجلة الاقتصاد في هذه الإمارة. كما يمتد شكري لشعب الإمارات، الشعب الذي يكن كثير من التقدير لشعبنا بسماحته وسلمه المعهود، والذين غدوا لنا الرقي في التعامل. شكرا لهذا الشعب الأصيل والكريم، وامنياتي له دوما بالتقدم والرفعة. أنا أرى أن في دولة الإمارات لم تعلو جهد عبر إدارتها العظيمة في تهيئة ظروف مناسبة لنجاح استثمارنا الرافد بهذه الدولة العظيمة اقتصاديا، ولم تقف يوما في وجهة أي مستثمر، بل سهلت لنا الطريق لتدور هذه العجلة بكل كفاءة وتدخ في مصب الاقتصاد الإماراتي. أرى أن في دولة الإمارات بحكم أننا مستثمرين من دول المهجر، لكن لم نرى أي تفرقة بيننا وبين المستثمرين الإماراتيين، وهذا الشيء بشجع المستثمرين على أن تكون في استثمارات ناجحة في هذه الدولة الكريمة. أولا، إن كان هناك من يستحق الشكر فالشكر لله سبحانه وتعالى، ثم إلى والد العزيز ربي يحفظ إن شاء الله ويديه الصحة والعافية. صراحة مهما أقول من كلمات تخزن الحروف في وصف أي كلمة عشان أوصف فيها. صراحة يعني ما قادر أقول شيء. يعني اكيد احنا بنتشكر شكر خاص للوالد حسان الطيب على يعني على يعني الكلمات تعجز عن يعني شو ما حكيت للوالد، بتكون مقصر بحقه. الله يخلي لك اياه يا رب ويطول لك بعمره. ومين الاشخاص الثانيين اللي انت كنت حاب تقدم لهم بطاقه الشكر وبطاقه المعايده؟ تفضل.
والله ثانيا أقدم الشكر إلى السيد محمد قدال محمد، وأيضا له دور كبير جدا في تأسيس هذه الشركة، وكان الذراع اليمين بالنسبة للوالد في بداية شغله، فكان هو مع الوالد من بدايات الشركة إلين يومنا هذا. وأشكر أيضا السيد آدم قدال محمد قدال، وأيضا له دور كبير جدا في هذه الشركة، وصراحة ما أعرف كيف أشكرهم في وقفتهم مع الوالد كل هذه السنين إلين هذه المرحلة، من سيارات لاستورات لشركة لأفرع، فهذا كله الحمد لله بفضله وبمجهودهم هم وبصبرهم وبدعمهم للوالد، وصراحة بشكرهم جدا. والشكر أيضا موصول إلى أخي العزيز أو أخي الصغير موجود معاهم في هذه البلاد الكريمة منذ 2016، كان في معاي في هذه الشركة وذراعي اليمين زي ما بنقول. الله يخلي لك يا رب. وأيضا إحنا بنتشكرهم شكر خاص عبر برنامجنا اليوم. أولا نحن شركة حسان الطيب لتجارة الأعلاف والمواشي، عند القسم الرئيسي اللي هو موجود في إمارة أم القوين في فلج المعلى أوبوزيت لمركز الشرطة، وعندنا فرع آخر في رأس الخيمة في مدينة في 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 الرويس، وفي المنطقة الغربية أيضا مدينة الظفرة في بدع زايد السوق الخيري. وبالنسبة لطريقة التواصل اللي هي عبر رقم الهاتف 050-702-3239، والرقم الآخر 050-702-1359، ورقم الوالد أيضا 050-51-3204، ورقم أخي أيضا 0-353-522-60. هذه هي أرقام تواصلنا. الآن سوف تظهر على الشاشات أرقام هواتفكم وكيفية التواصل معكم، وشكرا لك أستاذ خالد على شكرا اللقاء الجميل وعلى الضيافة الجميلة. شكرا لك كثير. شكرا لك. شكرا لك مرة أخرى. تابعونا بحلقة جديدة، دمتم برعاية الله.